بسم الله الرحمن الرحيم. العلوم التي ينبغي أن يعرفها القارئ هي التي ذكرناها سابقا، وفي جملتها الرسم. والرسم له امتداد في التاريخ إلى جمع المصحف الشريف، من هناك ينطلق، بل ربما ينطلق من أول آية نزلت، لأنه كان كلما نزل شيء من القرآن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض من حضر من أصحابه أن يكتبه. وإجماع الإجماع على أن أول ما نزل من القرآن هو 5 آيات الأولى من سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا أن يكتبها فلا يكون أبيا ولا زيدا، لأنها نزلت في مكة، هؤلاء أنصار، إذا لابد أن أهل مكة يعرفون كيف يكتبون، وإلا كيف يقول اقرأ بالألف؟ هذه ليست فتحة، الهمزة أيضا تحتاج إلى تصوير، هي الآن همزة الوصل، اختاروا لها، الكاتب اختار ألف، لم يختاروا من عنده، هذا أمر كان معروفا عندهم. اقرأ، إذا أبديت اقرأ فاجعل الهمزة على الألف، من علمها هذه القاعدة؟ باسمي جعل الباب على ألف، ولم يجعلها في سائر بسم الله الرحمن الرحيم التي 114 بالإضافة إلى ما في النمل وهود. إذن 116 كلها مكتوبة باسم بدون ألف، من علمهم هذا؟ قالوا هذا كثير الدور، تخلصوا من الألف، هنا باسم جاءت 3 مرات أو كذا فيها ألف. الإنسان من علمهم أن يكتبوا هكذا الإي بالألف؟ من علمهم أن يستغنوا عن الألف الإنسان لكثرة دوره؟ إما هؤلاء الذين كتبوا أولا، وإما الذين جاءوا بعدهم. على أي حال، هناك قواعد، هناك أشياء استنبطوها مبكرا، استنبط علماؤهم واتبعهم الآخرون. فالرسم إذن كان مرتبطا بالقراءة منذ البدء، بل بالحروف 7 التي أنزل بها القرآن، وقد يقول قد سبق الرخصة، كتب ما كتب من المصحف قبل أن يأتي جبريل عليه الصلاة والسلام بحديث حروف 7، بعد حينما ظهر الخلاف في المدينة، مكة لم يكن فيها حروف 7، كان يقرؤون بما نزل من القرآن على لسان قريش، فإنه نزل بلسانه. ثم لما بدأت اللهجات في المدينة، بدأ اختلاف القراءة بالنسبة لاختلاف القراء بحسب الانتماءات إلى هذيل وإلى تميم وإلى قيس، هذا يميل وهذا يفتح وإلى آخره، فنزل الحديث بحرف 7 والإذن بالترخيص بالإذن بهذه الوجوه. من هنا لما كتبوا المصحف كتبوا وفق هذه الوجوه، نجعلوا الكتابة غير منقوطة ولا مشكولة، لا لأنهم كانوا لا يعرفون النظام النقطي ولا الشكلي، يظهر أن هذا كان معروفا لكنهم تركوه. لماذا؟ للجمع، لأن عثمان رضي الله عنه يجمع الناس على مصحف واحد، فلم ينقطه وترك للرواية أن تقرأ في المصحف، لا يقرأ بدون رواية، الرواية في المصحف بما وافق المصحف، فتخلصوا من كثير من ما لا يوافق المصحف من المنسوخ أو من ما كان مترخصا فيه من استبدال الكلمة بكلمة، مثل ما قيل عن عمر إنه كان قال فامضوا إلى ذكر الله بدل فسعوا، هذه أشياء تخلصوا منها بسبب المصحف، فقرأوا فسعوا، وكان عمر يقرأ فامضوا، كان يقرأ أرشدنا الصراط المستقيم، وأشياء أخرى رويت عنه وعن غيره. هذا المصحف إذن جمع الناس على ما هو مكتوب فيه، فأصبح هذا الرسم واجبا على كل أحد، حتى لا نعود مرة أخرى فنأتيها في الخلافيات. والمصحف حدنا على هذا الذي كتب بالسواد. فلما جاءت القراءات واتسعت في الأمصار واستقر الوضع، رجع مرة أخرى إلى القراءات فضبطوها باللون بألوان، ليحدد كل قارئ يريد أن يقرأ في نفس المصحف روايته بواسطة الشكلي. جعلوا الحمرة للسائر الشكلي، وجعلوا الصفرة لهمزة القطعي، والخضرة لهمزة الوصلي، مع خلاف يسير. استمر الوضع على هكذا. ثم بعد هذا ظهرت مدرستان، مدرسة مشرقية ومدرسة مغربية. ومن حسن الحظ أن المدرسة المغربية هي التي تمكنت أولا، لأن نافعا كان قبلها أبي عبيد، أبو عبيد الذي سينقل المدرسة المشرقية إلى البصرة وإلى الكوفة وإلى بغداد، توفي سنة 224. لكن المدرسة المغربية استنت إلى ما نقله الغازي بن قيس الذي رحل بعد 150 من الهجرة، ومات سنة 199 بقرطبة، وكتب هجاء السنة كتاب وصف فيه ما في مصحفها المدينة، وأيضا ضبط مصحفه على مصحف نافعين بضع 10 مرات، قيادة 13 وقيادة 14،
يعني ضبط كل ما في مصحف نافعين وجاء به الأندلس، واجتمع القراء في الأندلس على الأخذ عنه، وكان يؤدب أبناء الخلفاء عبد الرحمن الداخل ثم هشام بن عبد الرحمن ثم الحكم بن هشام إلى أن مات. وكان أهل قرطبة أهل يعني أهل الكتاتيب فيها قد انتخبوه رئيسا لهم، وجاءوا يسألون أين الحدقة، هل يجوز أخذ الحدقة، أين المقابل في وكم هو إلى آخره. ثم ننتبه لشيء آخر، أن القرآن في الأندلس قد اتسع الأخذ فيه حتى دخل كل البيوت وقرأه الرجال والنساء. يدل على ذلك ما رواه المراكشي في المعجب عن ابن فياض أنه كان في الرابد الشرقي من قرطبة 170 امرأة يكتبن المصحف بالخط الكوفي. الرابد واحد، الرابد الشرقي من قرطبة في 170 امرأة يكتبن القرآن مصحف بالخط الكوفي. قال فما ماذا كان كم كان في باقي الأرباض، أرباض حول قرطبة حول 360 رباض القرى التي حولها. إذا مصحف يعني برباد واحد في 170 امرأة تتقن الرسمة لأنها تكتب المصحف بالخط الكوفي. كان حول المسجد الجامعي في نفس الوقت أيام الحكم بن عبد الرحمن متوفى 366 27 كتاب حول المسجد. وفي يقول أحد الشعراء أحمد بن خليص وساحة المسجد الأعلى مكللة مكاتبا لليتامى في نواحيها، لو مكنت صور القرآن من كلم نادتك يا خير تاليها ورائها. وقد جعل حيا كاملا للاستراجين وقفا على هذه الكتاتيب ينفق عليها، جعله الحكم يعني مداخل أوقاف لقراءات لهذه تنفق على هذه المكاتب. في هذا الوقت ولد الداني، يعني هذا ما 366 الحكام جاء المنصور بن أبي عامر في زمني ولد الداني. بارك الله فيكم شيخنا. بالضبط يعني نحن نعلم أن الحديث يكون في علم الرسم يحتاج إلى ليس الساعات الأيام داخل يأخذ واحد البيت فقط، واحد البيت من الشاطبي فقط. نعم الشاطبي بنى على هذا البيت وبين نافعهم في رسمهم وأبي عبيدين الخلف في بعض الذي أثرى ولا تعارض مع حسن الظنون فطيب صدرا رحيبا بمعا كل موتيرا. إذا كل الخلاف الذي عندنا وخلاف الداني خلاف أبي عبيد مع خلاف مع أبي عبيد مع أبي عبيد، أبو عبيد ذهب إلى المشرق. ما عند نافع جاء إلينا عن طريق قالون وعن طريق اسمع بن شحرمي كثير وعن طرق أخرى من العراق عن نصين وعن ابن الألباري، واجتمع كل ذلك عند الداني. أضاف إليه ما عند الغزو بن قيس وما عند حكم العمران دورة اللاقيت في حكم الناقيت. هذا كل هذا هو زبدة ما في المقنعي. وكنت هنا لو تركني دقيقة واحدة أقول لكم إن هناك مناهج في الأندلس تكاملت لا قلت صرعت. كان منهج الوصفي الذي كان يصرفه ما في المصاحف الأئمة ورثناه عن أهل العراق يصفون ما هو واقع فقط. ثم جاءنا منهج ابن الأنباري وفيه إحصاء كل كذا في القرآن هو كذا، كل كتاب في القرآن فهو كذا، كل علم ما في القرآن فهي كذا إلا إلى آخره. هذا منهج إحصائي. جاء الداني بشيء آخر منهج علمي يعطيك القاعدة، ما يتكلم الجزئيات أو أعيان الكلمات، يعطيك القاعدة. فأنت بحث وبحث في القرآن كله على وفق القاعدة يعطيك كل جمعية كثير الدور مثنى كذلك بالحذف إلى كلمتين يعطيك أعجمي كله بالحذف إلى ما استثنية لا يجمع بين ما أدى الاجتماعية صورتين إلى آخره. هذه قواعد علمية. لكن جاء أبو داود فحاول أن يجمع كل ذلك فلعله وقع عليها هسهون في الجمعي فترك كلمات في أول المصحف هي التي أحدثت الآن خلافا كثيرا بيننا مع المشارقة. ترك الغمامة في الأولى وترك لنا ذيك الأشياء أول كلمة منها ما ذكرهاش، قيل نسيانا أو غفلة وقيل إنه عنده رواية في هذا هذه كذا. فالآن نحن المغاربة تبتنا على رواية الداني في هذا الجمع كله وفيها شيء مما عند أبي داود. ثم جاءنا صاحب المنصف فأضاف أشياء كثيرة وغنيت مصادرنا واتسعت آفاقنا وكثرت الشروح على هذه المتون. ونحن اليوم حينما ندخل هذا الميدان ندخل ميدانا كأنك دخلت
قارة من القارات، وأنت في حاجة إلى من يقودك فيها لتعرف ما فيها من كثير من أمور. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. نحن اعتذرنا في أول الأمر على أننا محرجون يعني في مقاطعة فضيلتكم جميعا.